من شأن برنامج لمكافحة القوارض أن يسمح بعودة عملية التكاثر الطبيعي لدى السلاحف العملاقة في جالاباغوس والتي تربى في الأسر في الأرخبيل الإكوادوري لضمان بقائها على قيد الحياة. حالياً نملك على جزيرة إسبانيولا أكثر من 2500 سلحفاة. قبل 30 عاماً كان يوجد 30 سلحفاة فقط. زواحف جزر جالاباغوس الرائعة المعروف بأنها أوحت نظرية التطور لعالم الطبيعيات البريطاني تشارلز داروين قادرة على الاستمرار في الأسر فقط في هذا الأرخبيل التابع للإكوادور. هذه الجزر الخلابة هي جوهرة معزولة في المحيط الهادئ على بعد حوالي 1000 كيلومتر من السواحل، أدرجت العام 1979 على قائمة التراث العالمي للبشرية، وهي تضم ما لا يقل عن 1500 نوع نباتي و500 نوع حيواني من بينها الإيغوانا والسلاحف العملاقة المهددة بالاندثار. هنا اختبرنا برنامج مكافحة القوارض مع السلاحف منذ العام 2011، ولكن على جزر أخرى قمنا بتجارب على حيوانات أخرى على غرار الأرانب والماعز. ويربى ما مجموعه أكثر من 2000 سلحفاة في الأسر في جزر جالاباغوس من أصل 40,000 سلحفاة عددها الإجمالي المقدر، وثمت حوالي 10 أنواع مختلفة، وقد يصل وزن بعضها إلى نصف طن وطولها إلى أكثر من 1.80 متر، ويمكنها أن تعمر 180 عاما إذا نجحت في الإفلات من المخاطر التي تحدق بها.